بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الفرنسية نستأنف هذه الفقرة مع بيالي كومبروندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذا الحرف كما رأينا عندنا لا لتر ال. طبعا كنا قد توقفنا عند هذه الجملة كما نلاحظون عندنا هنا لا غوب اي سال. طبعا هذا اي هي ديال اتر لا غوب اي سال، الفستان متسخ. ممكن نتكلم عن شخص، نقول مثلا اقول مثلا جو سوي، مثلا انا جو سوي، هذا هو اتر. طبعا اتر هو هذا هو فعل كان كما نقول. عندنا واحد الشابونه واحد اكسون سيركونفليكس هنا فوق او، اذا عندنا اتر هذا لو فيرب اتر. اذا نقول جو سوي انا، مثلا سال انا متسخ. مثلا نقول تي انت كيف سال، انت متسخ. الي هكذا. طبعا ديما مع ايل نتكلم عن الغائب، سواء تحدثنا عن المذكر نقول ايل يعني هو، او سواء تحدثنا عن المؤنث نقول ال يعني هي. طبعا نقول الي او الي يعني هو او هي. سال يعني انه هو متسخ، نقول هو متسخ. نحن نصوم نحن كيف نحن سال. طبعا نضيف اس هنا، نضيف اس لان اتر تيتعلق بنا نحن، هاد اتر تيتعلق بنا حنا، تيقول علينا حنا اللي متسخين، هي اللي متسخة، هي اللي متسخة، هو اللي متسخ، أنت اللي متسخ، أنا اللي متسخ. الوسخ إن صح التعبير أنا متعلق بأنا بذاتي. إذا طبعا الكلمة تتكون مرتبطة بهد الضمير. إذا عندنا هنا نصوم صال، الذي يهمنا هنا نتكلم عن نصوم صال، نحن متسخون. فو زيت أنتم صال. طبعا نضيف اس هنا بنفس الشكل كما عندنا هنا، طبعا نكتب صال افيك او اس على ف، ثم إيل سون صال. طبعا هم متسخون، نتكلم عن الجمع هنا، هنا نتكلم عن الجمع وهنا نتكلم عن الجمع. طبعا نضيف هاد صال، نضيف لها اس كما نقول نحن متسخون، نضيف هاد اس. انتم متسخون، نضيف اس. هم متسخون، نضيف هاد اس. يعني الامر واضح. طبعا اس تضاف في اخر الكلمه في الاسماء او في حاله ليزادجيكتيف، في حاله الاوصاف كما عندنا هنا، عندما يتعلق الامر بالجمع. عندما يتعلق الامر نقول عن هاد الشيء بانه كذا، نصفه مثلا بانه كذا. هاد الاوصاف عندما تتعلق بالجمع نضيف اس. الذي يهمنا هنا اننا عندنا لا غوب اي سال، باش نقربوا فقط نعرفوا هاد اي من تجي. طبعا هاد اي هي اللي عندنا هنا، هي هادي هي. تنتكلموا على شي حاجه في الغائب، نتكلم عن شخص او نتكلم عن شيء كما عندنا هنا لا غوب. اذا نتكلم عن الفستان، كيف هو هاد الفستان؟ اي سال، انه متسخ. ثم عندنا مينا لاف لا غوب. طبعا تكلمنا فيما سبق عن لو فيرب لافي. هنا يجب ان ننتبه الى الشيء. طبعا لافي انك تغسل شيئا، لافي هذا لو فيرب لافي، ولكن هناك فعل اخر بحاله تيشبه له. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو هاد سو لافي. طبعا هاد سو كما سنرى فيما بعد ان تصرف حتى هي تتصرف، غنعرفو من بعد. اذا لو فيرب سو لافي المقصود به انه يغسل نفسه،
أنه يغسل نفسه. بحالاش أقول مثلا جم لاف لما، طبعا لو فيرب سولافي أنك تغسل نفسك. جو م كما قلت هاد سه تصرف، هنا غتولي عندنا م، هنا تصبح عندنا م، إذن عندنا هاد سه أنها تصرف. إذن طبعا هنا نتكلم على لو فيرب كما نقول في الحالة الخامة أنه غير مصرف، إذن نقول بأن هذا الفعل هو فعل سولافي، أما هنا فنقول بأن هذا الفعل هو فعل لافي. إذن سي لو فيرب لافي، سي لو فيرب سولافي، وهذا الفعل ماشي هو هذا الفعل، الفرق بيناتهم هو هذا السه. إذن طبعا هنا غسل نفسه، إذن نقول جو مو لاف، جو مو لاف، إذن أنا أغسل نفسي ماذا؟ لما؟ طبعا لما؟ أنها تنتمي لجسمي، إذن نقول لما؟ أنا أغسل نفسي كما نقول لما؟ ممكن أقول جو مو لاف، جو مو لاف، أنا أغسل نفسي. ولكن عندما أقول لما يعني أنني تنحدد الجزء اللي من النفس ديالي، الجزء اللي من الذات ديالي واللي تنغسله. ممكن أقول مثلا جو مو لاف لا تيت، أنا أغسل نفسي كما نقول أي جزئين؟ الرأس. إذا أنا أغسل نفسي بالضبط أنني أغسل نفسي في الرأس كما نقول، أو أنني أغسل رأسي بمعنى آخر، أو أنني أغسل رأسي. طبعا الرأس هو تنتمي للجسم ديالي، سأستعمل هنا لو فيرب سولافي وليس لو فيرب لافي. لو فيرب لافي ممكن أقول جو لاف لا فواتور، أنا أغسل السيارة، ها هي عدينا لاف هنا عدي لاف. ولكن هاد السو هنا اللي تتعلق بفعل سولافي، طبعا هاد السو تصرف هنا، أقول جو مو لاف. طبعا فيما بعد سنرى الصرف ديال هاد الفعل باش ما نكثروش الآن، طبعا باش ما يوقعش خلط، أنا هنا فقط قربت الصورة، من بعد غنشوفو هاد الصرف. طبعا هو سهل أيضا مع التكرار ديال استعمال هاد الأفعال طبعا، وهاد الحالات اللي تنشوفو، طبعا غيصبح الأمر سهل، غيصبح معتاد جدا. إذا كما قلنا الآن مينا لاف لا غوب، هنا عندنا لو فيرب لافي ماشي لو فيرب سولافي. علاش؟ لأن مينا تتغسل شي حاجة أخرى، ما تتغسلش راسها أو تغسل يديها أو تغسل رجليها مثلا إلى غير ذلك. إلا كانت مينا تتغسل راسها أو يديها أو رجليها أو ذاتها، فهاد الحالة غنستعملو لو فيرب سولافي. ولكن هنا طبعا مينا كما تلاحظوا بأنها تتغسل لا غوب، مينا لاف لا غوب، إذا غنستعملو هنا لو فيرب لافي. إذا طبعا سنرى بعض الأحرف، nous allons voir des lettres avec quelques voyelles comme nous voyons notamment A, E, O, E, I, E, E, A. إذا سنرى بعض الأحرف طبعا مع بعض الصوتيات خاصة مع A و E accent aigu، طبعا تنطق A، ثم عندنا O، ثم عندنا E accent grave، طبعا نتكلم عن A، ثم عندنا I E accent circonflexe، إذا نتكلم عن A أيضا، نتكلم عن A أيضا، ثم عندنا E، ثم عندنا A. طبعا بعض الأحرف مع هاد الصوتيات. إذا prenons tout d'abord la lettre P. P avec A se prononce pa. نأخذ أولا حرف P، حرف P مع A ينطق pa. pa. مثلا كلمة بابا كما رأينا. ثم عندنا P e accent aigu se prononce P. ثم عندنا P O، P O se prononce po. ثم عندنا P e accent grave se prononce P. ثم عندنا P I se prononce P. P e accent circonflexe qui se prononce P. ثم عندنا P E se prononce P. طبعا في آخر الكلمة تنطق P، لكن هنا نقول P. ثم عندنا P A se prononce P. إذا رأينا P A qui se prononce P، M A se prononce M، R A se prononce R، L A se prononce L. ثم رأينا P E accent aigu qui se prononce P، qui se prononce P. طبعا M E accent aigu se prononce M، M E accent aigu se prononce
Mei. R-E, accent. Aigu se prononce Ray. L-E, accent. Aigu se prononce Lei. Tumendana P-O, qui se prononce Po. M-O se prononce Mo. R-O se prononce Ro. L-O se prononce Lo. P-E, accent grave, se prononce P. M-E, accent grave, se prononce Me. R-E, accent grave, se prononce Ré. L-E, accent grave, se prononce Lé. Tumaïdana, P-I, se prononce Pi. M-I, M-I, se prononce Mi. R-I, se prononce Ri. R-I, se prononce Ri. L-I, se prononce Li. Li. Tumaïdana, P-E, accent circonflexe qui se prononce P. M-A se prononce Mei. R-A se prononce Ré. L-A se prononce Lé. P-E, accent circonflexe, se prononce P. M-E, accent circonflexe, se prononce Mei. R-E, accent circonflexe, se prononce Ré. L-E, accent circonflexe, se prononce Lé. Toma indana P-E, qui se prononce P. Indana P-E, allati tuntaq P. Allati tuntaq P. Toma indana M-E, qui se prononce M. M-E, qui se prononce M. R-E, se prononce R. L-E, se prononce L. Toma indana F-N-I-A, toma indana P-A, P-A, taban tuntaq P-A. P-A se prononce M-A se prononce Ma. R-A se prononce Ra. L-A se prononce La. Tumaindana, kalimat Li, Li. Lili, Lili. Tumaindana, kalimat Lo, La. Lola, Lola. Taban, huna nitkalim an kalimat hiya faqat lilqiraa kama nulahid. Ala aks kalimat La, Mer. La, Mer. Hiya nitkalim an l'um. أو كلمة le père le père الأب أو كلمة le lit le lit voilà regarde ici c'est le lit c'est le lit voilà c'est le lit après qu'est-ce qu'on a on a René a mis la robe de Mina René a mis la robe de Mina et donc René أنه وضع طبعا راينا هاد مي هذا فعل متر طبعا عندنا انا او ثم عندنا دو تي متر عندنا ار او هنا كما نلاحظ متر متر يعني وضع وضع شيئا وبنفس الشكل كما راينا قبلا سنرى فيما بعد لو فيرب سو متر متر وضع نفسه وضع نفسه إذن هنا غسل هنا غسل نفسه هنا وضع هنا وضع نفسه إذن باش تعرفوا الفرق بين هذه الأفعال اللي تتكون عندها سو واللي ما عندهاش سو هنا عندنا غوني أمي رأينا هذا فيما سبق هذا سي لوكسيليير طبعا نتكلم عن لوكسيليير لوكسيليير عندنا هنا اي ار او في الاخر لوكسيليير لوكسيليير طبعا عندنا هنا اكس لوكسيليير افوار لوكسيليير افوار اذا عندنا المساعد افوار المساعد افوار قلنا فيما سبق بان هذا افوار اذا اتى بعده اسم يفيد الملكيه اقول مثلا جي ان ستيلو انا عندي قلم طبعا هنا عندنا الفعل من بعد منه فعل آخر هذا الفعل اللي هو فعل أفوار هنا عندنا فعل أفوار بعده فعل آخر إذن فهو مساعد وبالتالي فإن الكلمتين تفيدان الماضي الخاص بالفعل إذن عندنا غني أمي طبعا عندنا هنا لو فيرب متر كما ذكرنا الآن لو فيرب متر طبعا وضعناه مع المساعد أفوار
لكي نحصل على الماضي الخاص بميتر، لنحصل على الماضي، لنحصل على الماضي الخاص بفعل ميتر. إذن عندنا هنا غوني أمي، إذن غوني أنه وضع في الماضي، وضع ماذا؟ لا روب، لا روب. إذن هو وضع الفستان، لا روب دوكي، لا روب دوكي. إذن فستان من؟ لا روب دو مينا. إذن هو وضع فستان مينا. ما معنى هذا الكلام؟ ممكن أن غوني يضع فستان مينا مثلا على الطاولة، ممكن أن غوني يضع فستان مينا على الطاولة. إذن ماذا سنقول هنا؟ غوني أمي لا روب دو مينا سور لا طابل. إذن غوني أنه وضع فستان مينا على الطاولة، سور لا طابل مثلا، سور لا طابل. سور لا طابل عندنا هنا بي وعندنا هنا ال او، اذا سور لا طابل. طبعا هنا المعنى معنى اخر، هنا عندنا ماتر تعني معنى اخر. ما معنى وضع؟ يعني انه لابسه تماما كما في اللغه العربيه. ممكن ان فعل وضع يعني انك تضع شيئا فوق شيء، تضع القلم مثلا على الطاوله، ولكن ممكن ان فعل وضع يعني ايضا لابسه كما عندنا هنا غوني امي لا روب دو مينا. المقصود بان غوني، المقصود بان غوني وضع انه لابس، لابس ماذا؟ لا روب دو مينا، لابس فستان مينا، لابس هذا الفستان كما لو انه بنت. طبعا ان الامر مضحك، بابا غي، الاب يضحك. الاب هنا عندما يرى غوني يلبس فستان، يلبس فستان مينا، طبعا سيضحك. بابا غي، بابا غي، الاب يضحك. طبعا هنا عندنا لو فيرب، ذكرنا هذا في المسابق، سي لو فيرب غير، هذا فعل ضحكه. طبعا كما تنشوفوا ما عندناش هاد ا بيناتو، ما عندناش هاد ا بين بابا وبين غي، وبالتالي هنا تنتكلموا على لو بريزون، تنتكلموا على الحاضر. بابا غي، اذا الاب يضحك. ثم عندنا ال، ال، ثم عندنا لو، ال او سو برونونس لو، ثم عندنا ال اي سو برونونس لي، ال ا كي سو برونونس لا، ثم عندنا كلمه لو لي، لو لي ماشي لو لي، لو لي كما قلنا هي الحليب. هنا عندنا لو لي، اذا نتكلم عن السرير. ثم عندنا لا لام، لا لام، طبعا نتكلم عن الشفرة تسمى لا لام. ثم عندنا لا مير، الأم، لا مير. ثم عندنا لا مال، ثم عندنا لا مال. كما رأينا قبل قليل تنقولوا المالا، نكتب هذه الأحرف وهذه الكلمات. إذن كما قلنا عندنا لا لتر ال، إذن عموما تكون الكتابة هكذا. عند الصعود لا نضغط، عند الهبوط نضغط هكذا. ثم عندنا لو، طبعا عندنا لو، إلى غير ذلك. ثم عندنا لو، إلى غير ذلك. ثم عندنا لي، ثم عندنا لا،
ثم عندنا لو لي، إذن عندنا السرير. لولي. ثم عندنا لالام. لام. ثم عندنا لا مير. لا مير. La mère. ثم عندنا la mal. طبعا la mal كما تلاحظوا عندها دوزيل، عندها دوزيل. إذا طبعا نقول la la ma la mal. لا مال. ثم بهذا نكون قد أنهينا هذه الصفحة. إذا حتى لا نطيل نستأنف الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.